بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. خريستوس أنستي، المسيح قام. في هذا اليوم نحتفل بعيد الصعود المجيد، وهو اليوم رقم 40 في الخمسين المقدسة. وكما نحتفل بعيد الصعود في اليوم 40 لقيامة المسيح، كما احتفلنا بعيد دخول المسيح الهيكل في اليوم 40 لميلاد السيد المسيح. وفي عيد صعود المجيد، وهو أحد الأعياد السيدية، بنعيد على بعض وبنقول عبارة يونانية، بنقول عبارة ماران آسا. ماران آسا معناها الرب آت، لأنه صعد فبنقول ربنا جاي، أو معناها الرب قادم، أو معناها الرب قريب. والمرد بتاعها هي نفس الكلمة ماران آسا. وزي ما احنا عارفين ان السيد المسيح ظل خلال 40 يوم يظهر لتلاميذه في أوقات مختلفة ولأعداد مختلفة. مرة يظهر للتلاميذ كلهم، مرة يظهر لهم وياهم توما، مرة يظهر لتلميذي عمواس، مرة يظهر لمريم المجدلية، مرة يظهر على الملأ لأكثر من 500 شخص. ظهورات متعددة. وكان الصعود هو الظهور الأخير اللي بعديه صعد إلى السماوات. عايز أتكلم وياكم في تأمل عيد الصعود، ما قبل الصعود وما أثناء الصعود وما بعد الصعود. قبل الصعود كان السيد المسيح يظهر لتلاميذه يشرح لهم ويثبت إيمانهم. والأربعين يوم دول اللي هم من القيامة لغاية الصعود ممكن نعتبرهم كأنهم درس أو مجموعة دروس، أو باللغة المعاصرة بتاعتنا منهج أو كورس كبير قدم لهم عن الأمور المختصة بملكوت السماوات. وطبعا ما كانش هو اللي بيتكلم بس، هم كانوا بيسألوا وهو بيرد عليهم. الرسل بعض الشذرات كتبوها، مش كل حاجة كتبت، لكن اتسلمت شفاها للكنيسة من جيل ورا جيل. فكان يظهر لهم ويعلمهم ويثبتهم. الحاجة التانية ان كان كل ما قاله السيد المسيح وسلم للكنيسة شفويا كان يختص بالأمور المختصة بالسماء. رجلينا على الأرض لكن فكرنا في السماء. وده المعنى الرئيسي اللي ثبته السيد المسيح، ان احنا بنعيش على الأرض لكن دايما فكرنا في السماء. ولو جينا نشوف عدو الخير بيعمل ايه ويانا، هو بيحاربنا عشان يحرمنا من السماء. طب والخطية ايه؟ الخطية بتحط حجر عصرة قدام طريقنا في السماء. فبقت كل امور حياتنا مرتبطة بالحياة السماوية او الامور المختصة بالملكوت. كمان كلمهم على انهم ينتظروا موعد الآب، وهو موعد حلول الروح القدس. فانتظروا قليلا 10 أيام فقط إلى أن حل عليهم الروح القدس في يوم 50، وده العيد اللي احنا بنحتفل به بعد 10 أيام اللي بنسميه عيد العنصرة. ومن عيد العنصرة انطلقت المسيحية لكل العالم. كمان السيد المسيح قبل الصعود كان بيكلمهم عن الاستعداد للمجيء الثاني. هنعيش على الأرض لكن لازم يكون في فكرنا عقيدة مجيء المسيح الثاني وانتظار المسيح. المسيح جاء أولا لكي ما يخلص الإنسان ويفديه على الصليب، والمسيح سيأتي ثانيا بس سيأتي ديانا عادلا لكل العالم ولحياة الإنسان والإنسانية. فكان كل الأمور ده هي اللي بيتكلم عليها السيد المسيح قبل الصعود، بيعد ذهنهم، أو ما نسميه بإعداد الفكر. إعداد الفكر، وده شيء مهم جدا قبل ما يبعتهم ويروحوا يكرزوا باسمه للخليقة كلها. قبل ما يبعتهم لازم يعدهم، فكان هذا الإعداد الكبير خلال
هذه الأربعين يوما، وإن كان طبعا خدمة السيد المسيح اللي قبل كده في الخدمة الجهرية خلال الثلاث سنين الخدمة كان صنع معجزات وصنع وقدم أمثال وعمل مقابلات ويا ناس كثيرة، فكانت دي كلها وسائل تعليمية بيقدمها المسيح لهم علشان إعدادهم ويبقى الإنسان معد فكريا. أول نيجي ليوم الصعود. يوم الصعود والصعود كان عن جبل الزيتون، لكن مر على بيت عنيا ومر على بستان جثماني اللي هم كان لهم تاريخ في أسبوع الآلام. كان السيد المسيح بيبيت في بيت عنيا، المكان اللي فيه لعازر ومرسى ومريم إخواته أو عائلة لعازر. وبيت عنيا، كلمة عنيا معناها الألم، بيت العناء، بيت الألم. ويمر على بستان جثماني اللي هو موضع الصليب، وها هو على عيد على جبل الزيتون علشان الصعود، وده أمر مفرح في وسطهم. فكان السيد المسيح عايز يقول لهم إن الصعود ده جاي كثمرة من بيت عنيا ومن بستان جثماني ومن وقت القيامة، ثمرة من ثمرات الصليب. إني أذهب لأعد لكم مكانا. وبعدين موضوع الصعود وصعود السيد المسيح قدام تلاميذه كده فوق جبل الزيتون كان الأمر بالنسبة لهم أمر في غاية الإثارة، ولكن المعنى الروحي اللي في موضوع الصعود هو موضوع السمو والارتفاع. عشان كده يقولوا دايما على المسيحية ملهاش سقف. السقف ده اللي هو سقف الكمال. الإنسان يفضل يتقدم في حياته الروحية ويتقدم ويتقدم، مفيش حتة عند خط معين يقول أنا خلاص وصلت. الحياة مستمرة، وده بيقدم لنا عيد الصعود، بيقدم أهم اختبار، وهو اختبار الإنسان الذي في حالة نمو وتقدم. لما بنقول في حياتنا الروحية كلمة الفطور أو كلمة البرود الروحي، ما هو الفطور يعني الإنسان مش قادر يطلع. وده اللي خلى داود النبي في يوم من الأيام يقول عبارة جميلة، يقول ليت لي جناحا كالحمامة فأطير وأستريح. يعني هو الجناح اللي بيفكر فيه زي الحمامة، الحمامة رمز للنقاء والجناح رمز للسمو والطيران والارتفاع. فهو بيأمل وبيترجى أن يكون عنده هذا الشكل علشان يبقى عنده الصعود والسمو والتقدم والنمو الدائم. وده نفس الفكرة اللي احنا في عيد الغطاس بناكل قصب. اشمعنى القصب؟ لأن القصب نبات يتجه إلى أعلى، ينمو إلى أعلى وهكذا. وبرضو في عيد النيروز ناخد البلح اللي من النخلة برضو اللي نموها عالي وهي كنبات مرتفع. لما المسيح ابتدى يصعد ظهر حواليه حسب الكتاب يقول رجلين هما ملاكين، والملائكة دول ابتدوا يشرحوا للتلاميذ، لأن خدوا بالكم التلاميذ كانوا في حالة غريبة، المسيح اللي هيسيبنا ده طب احنا هنعمل ايه؟ طب هو قال انه جاي تاني. فكان عندهم مجموعة من الأسئلة الكبيرة خالص. فكان صعود السيد المسيح وظهور الملاكين دول علشان يشرحوا للتلاميذ ايه اللي بيحصل عشان يطمنوهم كرسالة اطمئنان. لكن الحاجة الجميلة بعد ده كله، وده يشرح لنا ايه المشاعر بتاعت التلاميذ، انهم بعد ما المسيح صعد وسابهم والملائكة شرحوا لهم، انه يقول لنا في الكتاب زي ما سمعنا في الانجيل انهم رجعوا بفرح عظيم وسجدوا، علامة الرضا او علامة الاكتفاء او علامة الشبع او علامة الفهم. فيقول لنا انهم عادوا بفرح وسجدوا في الجبل وعادوا الى مدينتهم اورشليم. ده وقت الصعود. ماذا بعد الصعود؟
أول حاجة بنقدر نحطها قدامنا أن المسيحية مسيحيتنا سماوية، بدأت من السماء واكتملت في السماء. افتكروا ايه كده في يوحنا 3:16 يقول ايه؟ هكذا أحب الله في السماء العالم الأرض حتى بذل ابنه الوحيد، بذل اللي هو الصليب، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، اللي هي الخدمة والكرازة، بل تكون له الحياة الأبدية اللي هي عودة إلى السماء. فالمسيحية بدأت من السماء واكتملت في السماء، وده اللي بيخلينا ككنيسة وفي تاريخها نصر على معمودية الطفل من صغره وهو عمره أيام، ونقول عليها الولادة الجديدة، الميلاد الجديد. وتولد منين؟ من الماء والروح. ليه؟ عشان يبقى له العضوية السماوية، لأن المسيحية هي ديانة ابتدت من السماء واكتملت في السماء. وده أمر خطير لما بنيجي نقارنها بين أي فلسفات أو مذاهب أخرى، نعرف أن كل المذاهب بدأت على الأرض وعايزة ترتفع توصل للسماء، إلا المسيحية ابتدت من السماء وخدت رحلة الأرض عشان ياخد الإنسان ويقول لنا كده أنا ذاهب لأعد لكم مكانا يبقى له نصيب في السماء. دي نمرة واحد، المسيحية سماوية. نمرة اتنين، إن المسيح صاحب السماء. الآية بتقول ليس أحد صعد إلى السماوات إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. فالمسيح في عيد الصعود بيثبت قدامنا أنه صاحب السماء، وده اللي بيخلينا نقف كل مرة نقف نصلي ونقول أبانا الذي في السماوات، ونبتدي نخاطب السماء ونخاطب أبانا الذي في السماوات ونقول له ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك، ويبقى في هذه العلاقة المتواصلة والمستمرة بين الإنسان على الأرض والله في السماء. الحاجة الثالثة، أن السيد المسيح صعد إلى السماء لكي يؤهلنا لسكن السماء. يعني بقت السماء مش بعيدة قوي عننا، وده السبب الرئيسي أن الكنيسة في طقسها بتعمل حامل الأيقونات وتحط فيه قديسين، والقديسين دول في السماء. احنا كلنا بصين للشرق، لكن هم بصين لنا لأنهم يتطلعوا من السماء، وبيتطلعوا من السماء علشان يشجعونا ويقولون لنا يلا اجتهدوا عشان تبقوا ويانا. فأمنا العذراء كده، قديس يوحنا المعمدان كده، أبائنا الرسل كده، شهداء، القديسين، القديسات، كيف ما تكون بنحط في حامل الأيقونات كأنه الصف الأول في الكنيسة. وده اللي خلى بعض المفسرين يقولوا ما السماء الكنيسة عبارة عن جزئين، في السماء كنيسة المنتصرة وفي الأرض الكنيسة المجاهدة. التعبير ده ما فيش مانع من استخدامه، لكن ده بيوضح لنا مقدار الرابط اللي بيربط الإنسان بالسماء. فصعود السيد المسيح يؤهلنا لسكن السماء لأنه يعد لنا مكانا. والنقطة دي لازم تشغل بالنا كتير، إن أنت يا يسوع في السماء بتعد لي مكان، طب ودوري أنا إيه؟ إن أنا أجتهد عشان أحافظ على المكان ده. فاجتهدنا وحياتنا الروحية وصلواتنا وأصوامنا وتوبتنا وممارسة الأسرار، كل الكيان الروحي اللي بيعمله ده عشان أحافظ على مكاني في السماء، عشان المكان اللي عمله المسيح ليا يبقى محفوظ ما يضيعش مني، أو الإنسان بسلوكه البعيد يقدر يبعد عن المكان اللي أعده الله في السماء. ودي نقطة جوهرية جدا. عشان كده الإنسان من غير المعمودية أنت من تراب إلى تراب تعود، السماء ملهاش مكان. الإنسان بالمعمودية وبالحياة الروحية أنت من سماء ويمكن أن تعود إلى سماء بجهادك بقى،
وده قيمة الجهاد الروحي في الفكر. الكنيسة الكنيسة مليانة صلوات ومليانة أصوات ومليانة قراءات ومليانة تدريبات روحية وسير القديسين والزخم الكبير اللي موجود جوه الكنيسة. ليه؟ علشان يساعد الإنسان أنه يحافظ على مكانه في السماء. الحاجة الأخيرة أن احنا ننتظر بشوق المجيء الثاني. عشان كده الكنيسة بتعلمنا أن احنا نقعد والتجهيل للشرق ونسمع كده نداء الشماس يقول أيها الجلوس قفوا، مع أننا ساعتها بنبقى واقفين، هو يقصد قفوا من الخطية. وبعدين يقول لنا وإلى الشرق انظروا، مع أننا كلنا قاعدين في اتجاه الشرق، لكن الشرق انظروا يعني جددوا أشواقكم في انتظار مجيء السيد المسيح. إلى الشرق انظروا، وده نداء في كل قداس. ده عيد الصعود المجيد، أحد الأعياد السيدية، وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. دي في يوحنا 3:13. وعيد الصعود بيرفع دايما قلبنا للسماء وبيعطينا روح الرجاء وبيدينا نوع من الأمان أن أنت لست وحدك، أنت مش لوحدك، ده السماء كلها وياك، ده السماء كلها بتعضدك. وفي نفس الوقت السماء اللي فيها المكان المخصص ليك اللي أعده المسيح حبا فيك، هذا المكان موجود وينتظر كل واحد فينا. بركات عيد الصعود الكثيرة تملأ حياتنا وحياة الكنيسة كلها، وكلنا بنصلي وعندنا هذا الرجاء أن الله يرفع هذه الأزمة اللي موجودة في العالم، موجودة في بلدنا، أزمة الوباء. وإحنا عندنا النهاردة عيد، طبعاً 50 كلها أعياد، عيد الصعود. يوم الاثنين هنحتفل بعيد دخول المسيح مصر، العيد الجميل دهوت اللي بنحتفل به في الكنيسة القبطية ونصلي فيه في أحد الأماكن اللي زارتها العائلة المقدسة. ويوم الأحد بعد 10 أيام يكون عيد العنصرة اللي هو عيد حلول الروح القدس، وبعديها نبدأ صوم الخدمة أو صوم الأباء الرسل. يباركنا مسيحنا بكل بركة روحية، وباسم كل الأباء الأسقفة والأباء الكهنة والأباء الرهبان بنعيد على كل أحبائنا وكل كنائسنا وكل إبرشياتنا في كل المسكونة. وبنقول لكل الأباء وكل الأحباء، بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين. ماران آسى، الرب آت والرب قريب، لإلهنا كل مجد وكرامة.